النجاح مش سهل شباب، النجاح مش سهل. لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة. بدك تتعب وتشتغل على عقلك، تتعب وتشتغل على جسمك، تتعب وتشتغل على عملك، تتعب وتشتغل على علاقتك مع الله، تتعب وتشتغل بكل إشي. في تعب، بس تعب جميل، تعب اللي عارف انك ما قادر تقوم بس مبسوط. هذا التعب هو اللي بيجيب هيك، هذا التعب اللي بحكي عنه. وممكن تمر في مراحل تعيط وتتعب، وإنسان انت في مشاعر، بس انت عارف وين رايح. لما بدك الإشي كأنه حياتك معتمدة عليه هتحصل على هذا الإشي رغما عن أنف أي حد في العالم. أول طريقة إنك تكون أفضل نسخة من نفسك إنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم، والهدف تاعك يكون أقوى وتحدي أكبر من أي هدف أنت حطيته مبارح. وأطلب من نفسك أكتر، دائماً أطلب من نفسك أكتر، دائماً اضغط نفسك لتأخذ أكتر. لما تحط أهداف عادية حتاخذ العادي، بتحط أهداف على مستواك حتاخذ اللي أنت هلأ فيه، بس هتحط أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق. مين بده يركب مع الناس اللي فوق شباب؟ كلنا. وهذه الأحلام اللي سمعناها، إيش أوسكار وأفضل شيف في العالم وجمعيات وراء وتغيير العالم العربي، إيش هذا الحكي؟ وين لازم يكون الستاندر تبعك لتوصل أوسكار؟ هيك هون، مش هون، هون هون. It's very difficult بس it's doable، تنعمل. عملوها كتير ناس قبل دانا، وحتعملها دانا بإذن الله، وحتعمل أنت ندى اللي بدك إياه، وأنت حتعمل بدك إياه لو عرفت تحط إن شاء الله الأهداف الصح. فشباب كله بالتكرار. ما تقول أنا ما عندي ثقة في نفسي. عندك بلان، عارف أنت وين، عارف حالك أنت وين رايح، عارف شو الوقود اللي معك. ابدأ جرب. ما حتكون رائع من أول فيديو، ما حتكون رائع من أول أسبوع في البزنس، ما حتكون رائع بأول أسبوع عم بتحاول تزبط علاقتك بأهلك، ما حتكون رائع في أول أسبوع عم بتحاول تزبط جسمك، حتتعب أولها. ما حتكون رائع أنك عم تصحى كل يوم على الفجر، ولكن الثقة موجودة، التكرار مش موجود. فما تظلم حالك، ما تقول الناس اللي ما عندها ثقة موضوع نفسي عميق 1-2% من البشرية، من البشرية. ربنا أعدل وأرحم بكثير من أنه يخلق 50-60% من المجتمع ما عنده ثقة بالنفس. لا، ما في تكرار كفاية، فبدك تكرر الإشي بدك تعمله. تعيش متقوقع وبتدور على النجاح؟ مستحيل. مش لأنه معتز قال، لأنه مستحيل هذا الإشي يصير بعد ما تشوف الحياة كيف ماشية وتشوف الناس اللي ناجحة كيف عاملة. الناس اللي ناجحة شباب بنظرها طبعا بتجرب الجديد دايما، ما بتسمح لحالها تتقوقع في الكومفورت زون. في دراسة في جامعة ييل الأمريكية بيقول لك when you are in a comfort zone for a long time، لما تكون أنت في stability وفي certainty for a very long time، عارف كل شيء بيصير، the learning centers of your brain shuts down. الأماكن المسؤولة عن التعلم في عقلك بتوقف. ليش؟ أنت ما مش محتاجها، أنت ما محتاجها فبتوقف. شباب إذا بدك الجديد بدك تجرب الجديد، إذا بدك تكبر بدك تجرب شيء ما عملته قبل. مستحيل يكون عندك نتائج جديدة في حياتك وانت لسه عم تعمل نفس الشيء اللي بتعمله 10 سنوات. It's impossible. It's an impossibility. مستحيل. رز وماي رز، مستحيل رز وماي برجر، مستحيل. استوعبها شباب. الاشي الطبيعي انك انت تاخد خطوات صغيرة مش خطوات كبيرة. مش من اول يوم في الجيم 1000 سكوات و1000 سيت اب و6 باك من اول يوم. مش من اول يوم بعلاقتك الزوجية احسن زوجة واحسن زوجة. مش باول يوم بعلاقتك من الله حتكون احسن انسان وروحانيات رائعة. الاشياء بدها وقت. مش من اول شهر البزنس حتعمل فيه مليون دينار. هاي الاشي المش طبيعي. الاشي الطبيعي انك تاخد خطوات صغيرة لتوصل للهدف الكبير تاعك. الخطوات الصغيرة خدها هلا، هي اهم الخطوات الكبيرة. وتذكر انه احب الاعمال الى الله ادومها ولو قل. تفضل يا اخي ابدا. للاسف اغلبنا بيستنى ليوصل لدرجه البين الرهيبه لياخذ القرار. وقف تدخين يا اخي، يا اخي لين يجي الدكتور يطلع فيه في عينه ويقول له انت عندك اسبوع لتعيش. Then you take the call. لازم نستنى لدرجه قبل ما توصل الزواج بين شخصين او العلاقه بين شخصين او علاقتك برب العمل او علاقتك مع اي حدا او علاقتك بالله لدرجه وين تحس انت انك خلاص منتهي عشان تاخذ قرار. خدها هلا وانت واقف على رجليك، خدها هلا وانت قادر. اتمنى كل واحد فيكم ياخذ قرار انه يدير باله على صحته، لانه بدون هذه الاداه الجسم لن تصل الى مكان. جسمك هو السفينه في هذا البحر، فانت عم بتدخن عم بتخزق السفينه شوي شوي، خزوق صغير كل يوم ما بتبين، ولكن ايفنشلي البوت حيغرق. انت هلا اللي بتعمله اليوم بحياتك وقراراتك اليوميه اللي انت مسؤول عنها، شو عم بتدخل جسمك كل يوم، شو عم تتنفس كل يوم، شو عم تشرب كل يوم، يمكن ما يبين هلا بس هي خزوق صغيره
جوا السفينة تاعتك اللي هي أصلا في المي. أنت بدأت رحلة الحياة فهي في المي، فأكيد بتدخل شوي مي، بس أنت ما بتشوفه هلأ، حتشوفه بعدين. بترجاكم تاخدوا هاي الأداة وهاي الأمانة اللي الله عطاكم إياها وتديروا بالكم عليها، لأنه بدونها ما حتوصلوا لأي مكان. كلياتنا كبشر عنا أقوى شيء موجود في هذا الكون كله. في شاب هذيك اليوم شفته ضعفان، قلت له مالك؟ قال لي وقف الدخان. قلت له يا زلمة كيف وقف الدخان؟ لك بتدخن أكثر من 10 سنين أو 15 سنة، باكيتين وثلاثة باليوم. قال لي ولا إشي، صحيت من النوم وقررت ما أدخن. قررت ما أدخن، لا بحكحك ولا أخذ أدوية ولا إشي، قرر. القرار بتاخده هيك بلحظة. في ناس بتقول لك آه ما هو أخذ 15 سنة لا أخذ القرار. لا، هو ما أخذ 15 سنة لأخذ القرار، هو أخذ 15 سنة ليستوعب إنه قراره هالقد قوي وأخذ القرار ووقف الدخان. إحنا قديش عنا شغلات بنحتاج نأخذ لها قرار. تغير وظيفتك، توقف دخان، تنزل وزنك، تفتح مصلحة، تتزوج، تربي أولادك أحسن، أي قرار بدك إياه. عندك أقوى شيء في الدنيا هو إنك تأخذ قرار. خذ قرارك وما تأجل. شير وكون سوا. طور نفسك. واحدة من أهم 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 الشغلات اللي إحنا كلياتنا لازم نعملها، ولكن قديش منا عن جد عم بيعملها؟ يعني أنا بقعد مع واحد عمره 60 سنة بحس عمره 20 سنة، بقعد مع واحد عمره 20 سنة بحس عمره 60 سنة. ليش؟ لأنه عم بيشتغل على نفسه. الواحد فيه يطور نفسه بكتير شغلات. فيك تطور نفسك بعلاقاتك، فيك تطور نفسك بجسمك، فيك تطور نفسك بقراءتك وبعلمك. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني من أول ما تنولد لحد ما تموت. إحنا بعد الجامعة، وإذا في جامعة بعد المدرسة وانتهى الموضوع. قديش منا عم بيقرأ وقديش عم تقرأ؟ مش تقرأ لك سطرين وتقول يلا أنا قريت وأنا صرت من القراء. لازم 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 تطور نفسك، لازم تغير المحيط اللي انت فيه اذا انت ما عم تتطور وما عم تكبر. يعني واحد بضل 10 سنين بيطلع نفس الطلعة، عنده نفس الاصحاب، عنده نفس الاهتمامات، عنده نفس التوجهات، وهو ما في اي اختلاف. طيب وين رايح انت؟ هيك مبسوط؟ وين حينتهي فيك المطاف؟ اسهل شيء لتعرف اذا انت ماشي صح ولا غلط، اسأل نفسك سؤال واحد. لو انا كملت هلأ بنفس الطريقة اللي أنا عايش فيها، بنفس الطلعات، بنفس الأصحاب، بنفس طريقة تطوير الذاتي لنفسي، بنفس طريقة التعليم لنفسي، وين حكون بعد 10 سنين؟ إذا حتكون بنفس المحل وإنت راضي، مصيبة. إذا مش مبسوط لازم تغير. غير طلعاتك، غير محيطك. لما تغير محيطك حيتغيروا أصحابك، حتصير تعرف ناس جداد بتكلموا عن شغلات جديدة، بتكلموا عن شغلات أنت ما بتعرف عنها، حتصير تسأل، حتصير تقرأ. ولكن ما تكمل في نفس الشيء، لازم 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 تاخذ قرار وتطور نفسك. كثير 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 تجيني رسائل والشباب بيسالوني معتز انا ملان، فبساله اول سؤال بساله اياه، شو بتعمل كل يوم؟ شو بتعمل كل اسبوع؟ شو بتعمل كل شهر؟ والاجوبه انه بيكرر نفس الشيء ونفس الروتين every single day every single week every single month. وحتى في السفر لما يسافر بيسافر على نفس المحل. كيف مش حتمل؟ حتى الواحد بشغله، انت بشغلك لو بتضلك كل يوم تعمل نفس الاشي، بس ترد على الايميلات وتخلص الديلي اوبريشن تبعك، شو حيصير؟ حيصير ملل والشغل حينزل، لانه في غيرك بده ياكل السوق. لازم كلنا نعرف انه في غيرنا عم بيعطوا 100%، فاحنا لازم نعطي 150%. اعطي نفسك حقها وطور نفسك. لا تحقر اي عمل بتعمله لو كان هالقد بتطوير نفسك. تخيل حالك انت كل يوم تنزل على الارض بتعمل 1 بوش اب 1، بعد اسبوع شو حتحس؟ بعد شهر شو حتحس؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول بما معناه أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. فأنت عشان تطور نفسك ما تتخيل أنك لازم تروح تعمل دكتوراه. لا يا أخي، الدكتوراه بيجي، ولكن عشان توصل للدكتوراه لازم تقرأ سطر كل يوم، سطر بس اقرأ من شان الله. لازم مثلا تغير طلعة بالشهر، بس ابدأ. ما تحقر العمل وما تحاول أنك تنط، حاول امشي بعدين نط. هلأ عشان تطور نفسك في 3 شغلات لازم تعملها. رقم 1 وأهم موضوع هذا، خذ قرار. أهم وأهم وأهم شيء عند الإنسان هو القرار، وكل حلقة عن أولى لازم رقم 1 تأخذ قرار أني أنا قررت أطور نفسي. رقم 2 غير محيطك، تكلمنا فيه لازم تغير محيطك اللي أنت فيه. رقم 3 ابدأ اليوم، كون السبب لننشر السعادة ونفيد أكبر عدد من الناس. إذا أنت مقتنع ومآمن إنه ما في فرص
وانه ما بعرف انا شو بدي اعمل وانا ضايع ضايع وكل افكارك هيك, you will not ever reach, ما حتوصل. باذن الله في فرص لكل حدا, في اوقات اصعب من اوقات, خلينا نكون عمليين جدا. مثلا هلا وقت كتير صعب, ولكن هل اضيع هذا الوقت ولا استثمره في شيء ممكن يفيدني, ولا اقعد احط ايدي على خدي اقول ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي. هذا قرار انت بدك تاخده, ودائما بنقول ما في صح ما في غلط, انت حر. احلم يا اخي, احلم احلم احلم. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك من سائر المخلوقات هذا الابداع, هذه الشغل الرهيب انك انت تحلم. بعض الناس حتى الحلم حسوا كتير عليه. الاخوين رايت لما قالوا بدنا نخترع اول طياره ونحلق فيها في الهواء صاروا يضحكوا عليهم, شو هالمجانين هدول. الكاتبة الروائية رولينج تبعت هاري بوتر ضحكوا عليها 29 ناشر وقالوا له شو هالهبل هذا وشو هالكتاب اللي ما بيمشي. باعت 450 مليون نسخة, ما عارف كم صارت بايعة لهلا, وأول شخص على وجه الأرض بيكسب مليار دولار من خلال كتابة كتاب. كانوا يضحكوا عليها. العداء البريطاني روجر بانستر لما قال لهم أنا بدي أقطع ميل واحد في أقل من 4 دقائق في الخمسينات ضحكوا عليه قالوا له أنت مجنون, مستحيل البشر يقدر يعملها. بال1954 عملها بثلاث دقائق و59 ثانية وأربع أجزاء من الثانية ودخل التاريخ, وبعدها 50,000 واحد صار يقطعوا بأقل من 4 دقائق بسهولة. ضحكوا على ألكسندر جراهام بيل لما حكى لهم بدي أعمل التليفون وبدي أمسك سلك وأحكي مع الناس بالطرف الآخر, صار يضحكوا عليه الناس. ضحكوا الناس على باراك أوباما لما قالهم بدي أصير رئيس أمريكا قالوا له أنت أسود شو أنت ما فيها الشغلات هاي لإلنا إحنا, يضحكوا عليه. شوف الأهبل, شوف المجنون. كتير في أحلام الناس كانت تضحك عليها. روبن شارما بيقول شغلة رائعة, إذا لم يضحك الناس على أحلامك فاعلم أن أحلامك ليست كبيرة بما فيه الكفاية. تخيل, يقول غاندي أولا يتجاهلونك ثم يضحكون عليك ثم يقاتلونك ثم تفوز. لا تنقص ولا تتفه من أحلامك عشان أي إنسان. احلم احلم, لأنه ربنا سبحانه وتعالى عطاك هاي الميزة لسبب, عشان تحلم وتوصل. وما وصلت البشرية للي وصلته هلأ إلا بسبب الناس اللي حلمت وحلمت أحلام كبيرة, وإن شاء الله تكون أنت منهم. شباب وقت, ما تقول لي ما عندك وقت, قل لي أنا ما بدي. لما تقول أنا ما عندي وقت أرجو افتح السكرين تايم في تليفونك وشوف قديش بتقعد على السوشيال ميديا بلاتفورمز. والله العظيم تستحي من حالك مرات 3-4 hours, 2 hours and a half a day. لو أنت عم تعمل منه بزنس برافو, أما لو أنت بس حرام حرام شباب. ما حيصير تغيير بحياتك لا بشغف ولا بحماس ولا بصحاب ولا بفلوس ولا بمصاري ولا بدعاء ولا بإشي إذا ما بتعقلها وبتتوكل. ربنا ما قالك توكل, تعقلها, اسعى, اعمل, بعدين ادعي, بعدين اتوكل. ما في اسمه ان شاء الله اوكي, ان شاء الله اكيد بعد ما تعقلها وتتوكل. وهذا انك تعقلها وتتوكل يعني انك تخطط وتدرس وتشتغل وتحط خطة عملية لتوصل لها. بس اهم اشي شباب الاند تاعك يكون واضح, الاند يكون واضح, هذا اهم شيء شباب. اذا الاند مش واضح حتتعب. مين عنده حلم شباب؟